اليوم اعتقد راح يكون هواي لغات من راح نمكسها. فقلت اجي اشارك هذا البرنامج اللي يجنن. لقوا بالبيت مدفونين بالحديقه 10 مليون دولار. بس لا تقول لحظه. شفت القمر ضوي عينك قد حلو. يكفينا خذها لوح وبروح حشيتها. نصرة البدر لو علي صابر. ترى ما يصير شيء جذري شرب من الاقلاص اليوم. واقفة بالباب تصرخ يا لطيف. ريان ميكس تشاهدونه غدا الساعة 9 مساء على يو تي في.